نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وتتابعون فيها. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق ومحيط طرطوس وأدى لاستشهاد 3 عسكريين وجرح 3 آخرين. التيار الصدري يدعو إلى تظاهرة في بغداد السبت المقبل، والعامري يلتقي قادة سياسيين للبحث عن حلول للأزمة السياسية في البلاد. عشرات الضحايا من جراء حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزاء المصرية، والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث. وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايبي، والجيش التايواني يعلن عبور 11 طائرة عسكرية صينية الخط المتوسط بين الطرفين. الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة يودي في منطقة خاركيف، وتتهم القوات الأوكرانية بقصف محطات كهرومائية وبالتحصن بمدارس أطفال ورياضهم في خاركيف ودونيتسك. نقلت سانا عن مصدر عسكري سوري خبر استشهاد 3 عسكريين سوريين وإصابة 3 من جراء عدوان جوي إسرائيلي على ريف دمشق ومحافظة طرطوس. وأشار المصدر إلى أن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت استهدف بعض النقاط في ريف دمشق بالتزامن مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس. وقد تصدت الدفاعات الجوية للصواريخ وأسقطت بعضها. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا عن هذا العدوان الإسرائيلي على طرطوس، ينضم إلينا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر. أهلا بك معنا محمد. إذن محمد، ماذا في تفاصيل هذا العدوان الإسرائيلي على سوريا؟ مساء الخير. هذا العدوان تماما قبل الساعة 9:10 دوت صواريخ عدوان إسرائيلي في جنوب طرطوس في منطقة تسمى أبو عفصة قريبة إلى الحميدية، وفي منطقة القلمون من فوق الجبال القلمون باتجاه هذه المنطقة التي تتبع ريف دمشق. المصدر العسكري السوري تحدث عن 3 شهداء من الجنود طبعا، وإصابة 3 آخرين إضافة إلى وجود أضرار مادية. التصدي جرى لهذا العدوان بالدفاعات الجوية، الدفاعات الجوية السورية في المنطقة الساحلية وفي منطقة القلمون تصدت لهذه الصواريخ. هناك حريق أو أكثر من حريق في الواقع نشبت في منطقة جنوب طرطوس، وجرى التعامل معها والسيطرة عليها في تلك الأراضي الزراعية. المعلومات تشير إلى أن الاستهدافات في جنوب طرطوس هي لنقاط تقع جنوب هذه المنطقة قرب البحر في منطقة الحميدية، وكان هناك عدوان إسرائيلي مشابه في الواقع قبل حوالي 1.5 شهر استهدف هذه المناطق في 2 تموز الماضي، وجرى أيضا التصدي لهذه الصواريخ بمثل هذه الطريقة. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل ميادين، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق. أكدت حركة حماس وجوب أن يواجه الإرهاب الصهيوني المتواصل والممتد في كل المنطقة بموقف موحد من كل قوى الأمة. وفي تعليق على العدوان الإسرائيلي على سوريا أشارت إلى أن الاحتلال يرتكب اليوم عدوانا جديدا بقصف همجي لأراضي سوريا بعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يوسع عدوانه على الشعب والأمة. من جهتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت وقوفها إلى جانب سوريا وجيشها في مواجهة العدوان، معتبرة أنه يؤكد من جديد أن الكيان الصهيوني يتصرف باعتباره فوق القانون. إلى العراق، حيث حدد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر موعد التظاهرة التي دعا إليها أمس عند 5 PM السبت المقبل، وأضاف أن التجمع سيكون في ساحة التحرير ببغداد ثم سيبدأ المسير نحو ساحة الاحتفالات. وفي بيان له نقل عن الصدر تشديده على أن تكون التظاهرة سلمية. المشهد العراقي السياسي مشاهدينا يزداد تعقيدا بعدما شهد الشارع تصعيدا من خلال تظاهرات واعتصامات تطالب بالإصلاح وحل البرلمان وأخرى تطالب بتأليف الحكومة. صلاح الخزاعي. حسم مجلس القضاء الأعلى العراقي الجدل بخصوص إمكانية حل البرلمان من خلاله بالتأكيد أنه لا يمتلك تلك الصلاحية، داعيا الجهات السياسية والإعلامية كافة إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية. هل يجوز حل البرلمان خارج يعني أروقة البرلمان؟ الجواب كلا.
لابد من انعقاد يعني جلسة لمجلس النواب العراقي وتحقق النصاب بالجلسات، ومن ثم يتم طرح موضوع الثلث أعضاء مجلس النواب ثلث والتصويت عليه وحل البرلمان. يأتي ذلك في وقت يحتدم فيه الخلاف السياسي. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه نداء قال إنه الأخير، دعا فيه إلى تظاهرة سلمية مليونية موحدة من كل محافظات العراق والتجمع في ساحة التحرير ببغداد، رسالتها إلى العالم أن العراق مع الإصلاح وأن الإصلاح مع العراق ولا مكان فيه للفساد. لم يعد لا شرعية الصندوق ولا المقاعد البرلمانية هي المتحكم الأول في المشهد السياسي، خاصة إذا ما علمنا عبر التاريخ كانت القوى الاجتماعية هي أقوى من أي سلطة، لكن هذا يتوقف على طبيعة المستجدات الطارئة، وقد تدخل بعض الأطراف لمحاولة نزع فتيل هذه الأزمة في اللحظة المناسبة. من جهته يجري زعيم تحالف الفتح هادي العامري محادثات مع زعماء القوى السياسية السنية والكردية لبحث تطورات المشهد والانسداد السياسي، في وقت تقدم فيه الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي بدعوى قضائية لحل البرلمان. التصعيد في المشهد السياسي يطغى على مبادرات الحل عبر الحوار، ولا سيما بعد أن ذهب الأفرقاء إلى استعراض قوتهم من خلال الشارع. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. وفي السياق، وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى محافظة السليمانية ليجتمع مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني. وكان العامري بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني تطورات الوضع في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد. وخلال استقباله العامري في أربيل، أكد برزاني دعمه لكل المحادثات القائمة على مبدأ تعزيز الثقة بين جميع مكونات العراق، فيما شدد العامري على ضرورة التزام جميع الأطراف والمكونات العراقية بالحوار من أجل إنقاذ البلاد. لمناقشة وتحليل آخر تطورات المشهد في العراق، مشاهدينا، ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية الأستاذ هاشم الكندي. أستاذ هاشم، أهلا بك معنا. إذن جولة لافتة للسيد العامري في هذا التوقيت، التقى بمحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، ثم توجه إلى كردستان العراق، إلى أربيل والسليمانية. ما هو الهدف من هذا الحراك أو الحراك لرئيس تحالف الفتح هادي العامري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على تسارع الأحداث وأيضا المطالب الجديدة للتيار الصدري بحل البرلمان توجب هذا الحراك الذي انطلق من بغداد مع بعض القوى السنية واتجه إلى كردستان حيث القوى الكردية، على اعتبار أن حسم مسألة عدم قدرة وعدم قانونية حل البرلمان من قبل المجلس القضاء الأعلى هو الذي دفع بهذا الحوار الذي هو يريد أن يجمع الأطراف العراقية، تحديدا بأن مطلب حل البرلمان هو لا يتعلق بطرف واحد ولا يتعلق بطرفي التظاهرات اليوم في الشارع، الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وإنما يتعلق بباقي الشركاء في العراق، ولهذا لا بد من استيضاح آراء هذه الأطراف. أستاذ هاشم، عذرا على المقاطعة، ولكن بما أن التيار الصدري كما تعلم رفع سقف المطالب كثيرا، سنتحدث بهذه النقطة أكثر بعد قليل، ولكن مطلب الحل البرلمان هو مطلب أساسي لدى التيار الصدري. رئيس تحالف الفتح الآن يجول على تحديدا، يعني رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني يجول على القيادات الكردية في أربيل وهي كانت متحالفة مع السيد الصدر، التقى أيضا بالسيد الحلبوسي وهو كان متحالف مع السيد الصدر. بالأمس كان هناك تصريح من أربيل بأنه هناك استعداد للذهاب باتجاه حل البرلمان. هل هناك بحث لفكرة إمكانية حل البرلمان فعلا، أم أنه البحث لا يمحو منحى آخر ربما باتجاه الإسراع في تشكيل حكومة وتسمية رئيس جديد للجمهورية يتم الاتفاق عليه بين الأكراد أو بين الكرد؟ طرح مسألة حل البرلمان حتى الإطار التنسيقي يقول بها، ولكنه مع الأطراف السياسية الأخرى يتعارض مع الآليات حل البرلمان بالصورة الحالية، هو غير قانوني. ثم ما هو البديل؟ كل الإجراءات ستكون بعد ذلك غير قانونية، وأيضا هنالك إشكالية، الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال لن تتمكن في إجراء انتخابات،
ولن تتمكن في أن تعد مفوضية جديدة. كذلك البرلمان يحتاج أن يكون موجودا حتى يصدر قانونا جديدا للانتخابات ويختار مفوضية حسب توصيات المحكمة الاتحادية. فبالتالي البحث في الآليات. أما خيار إكمال الاستحقاقات الدستورية وإكمال الانتقال السلمي للسلطة هو واحدة من الأمور التي تطرح في هذه الاجتماعات على اعتبار أنه لا بد من أن تمكن هذه الحكومة. حتى لو كان هنالك اتفاق على انتخابات مبكرة سيكون للحكومة التي تم اختيارها من قبل الكتلة الأكبر واختيار عيسى والتي تكون لها مسؤولية أن تتولى هذه المهمة باتفاق الأطراف السياسية جميعا. ولكن الآلية كيف أستاذ هاشم؟ ولكن لابد أن تكون مقدماتها قانونية حتى تكون المخرجات قانونية ودستورية. الآلية كيف عفوا أستاذ هاشم، خاصة أنه الآن هناك اعتصام مستمر للتيار الصدري في المنطقة الخضراء أمام البرلمان العراقي، أيضا هناك دعوة لمليونية يوم السبت المقبل دعا إليها صالح المحمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري. الآلية كيف، هل يمكن أن تلجأ هذه القوى إلى ربما إلى الاجتماع في مكان آخر في العراق للاتفاق على رئيس الحكومة ورئيس للجمهورية كما دعا السيد إياد علاوي بالأمس؟ هذا ما يتيحه القانون العراقي والنظام الداخلي للبرلمان. مادة 24 تقول بإمكان البرلمان في أن يعقد جلساته في أي مكان بعد اتفاق، وبالإمكان نقل جلسات البرلمان إلى أي مكان آخر لإتمام الاستحقاقات الدستورية بعد اتفاق الأطراف، وهو حل ممكن أن يتحقق وأيضا نوقش ويناقش. وأيضا مسألة التظاهرات هي الآن اتخذت مراحل عدة وأصبح اللجوء إلى الشارع كما تقول الأطراف جميعا هو خيار اضطراري، ولكن الجميع يعلم بما في ذلك الأطراف التي تدعو إلى التظاهرات والتظاهرات المقابلة أنه لن يفضي إلى حلول التظاهرات حوارا عن بعد. نحتاج إلى حوار قريب ما بين كل الأطراف للتفاهم وأيضا لتحديد المشتركات، والمشتركات موجودة وحاضرة. وهذا ما دعا له لربما السيد هادي العامري عن الإطار التنسيقي وهو ما يدعو له. وبالمناسبة هنالك تجربة قريبة كانت بتعاون ما بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية في البرلمان الذي قبل شهرين، كان تعاون وتعاون ما بين الكتلتين أفضى إلى إقرار أهم قانونين للبرلمان الذي يطالب الآن بحله، وهو قانون الأمن الغذائي وقانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وكلاهما ما كان لينفذ ويقرر إلا بالتعاون، وبالتالي اليوم المشتركات حاضرة وموجودة واللقاء هو الذي يعمق هذه المشتركات. ولكن أستاذ هاشم واضح أن التيار الصدري على موقفه. أنت الآن تقول أنه الشارع وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يكون هو الحل، ولكن واضح أن التيار الصدري مصر على موضوع الشارع. هناك دعوة لمليونية غير مسبوقة يوم السبت المقبل في ساحة التحرير ومن ثم التوجه إلى الخضراء. على ماذا يعول إذن التيار الصدري برأيك؟ وإلى أي مدى يمكن القول بأن التيار الصدري تراجع قليلا عن سقف المطالب الذي كان مرتفعا للغاية عندما تم الإعلان بأنه هناك طرح موضوع تغيير النظام، هناك طرح موضوع تغيير الدستور؟ هل يمكن القول بأنه أيضا التيار تراجع في مطالبه وبات المطلب الأساسي الآن حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات مبكرة؟ التيار الصدري يتظاهر منذ 3 أسابيع. هم اختاروا الانسحاب من السلطة التشريعية ولجأوا إلى الشارع بالضغط، وهي ممارسة ديمقراطية على أن لا تتعدى حدود المؤسسات الرسمية والتشريعية. الأمر الآخر أنه هذه التظاهرات هي رسائل لإظهار القوة ولإظهار الشعبية. نعم كل الأطراف التي تدعو للتظاهرات تحاول أن تصور تظاهراتها بأنها شعبية، لكن لا زالت التظاهرات طابعها العام هو تظاهر حزبي لمكونات معينة ترسل رسائلها بالقوة وبالوجود. وأيضا التيار من تجربة سابقة طرح مسألة تغيير النظام السياسي وتغيير الدستور أو إلغائه، ولكنه تلقى رسائل من الأطراف من الشركاء من السنة والأكراد تحديدا برفض هذا الأمر
لأنه يتعارض مع مطالبهم، وبالتالي عدل عن هذا الأمر. هو ذهب الآن إلى مسألة إلغاء البرلمان، وهذا الأمر فيه قبول من الجميع كهدف أنه يكون هناك انتخابات مبكرة، ولكن الاختلاف على الآليات كما هي عند السنة والأكراد وعند الإطار الشيعي. فبالتالي هذه الحالة لا تحسن بالتظاهرات، حتى لو كان ما يسمى بالتظاهرات. يعني الإطار مستعد أن يذهب إلى انتخابات مبكرة أستاذ هاشم كما كان قد طالب في البدايات؟ هو مستعد أيضا الإطار التنسيقي بالذهاب إلى انتخابات مبكرة كما طالب في البدايات، ولكن الخلاف الآن على الآلية ما بين الإطار والتيار. نعم، هذا الأمر أيضا عند الإطار وعند القوى السنية والشيعية. حل البرلمان بالشكل الحالي لا يعطي لأي خطوة بعد ذلك أي قانونية وأي دستورية. كذلك أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تقوم بأي إجراءات، ومنها صرف موازنة الانتخابات القادمة إذا كانت أيضا انتخابات مبكرة، مع أمر يقول به الجميع الآن ما هو الضامن، ونحن الآن في انتخابات مبكرة لم تكمل استحقاقاتها، ما هي الضمانة أننا نجري انتخابات مبكرة ولا نشهد ذات الاعتراضات وذات الإشكاليات؟ لابد أن تحدد الخطوات بعناية وقبل ذلك بقانونية. هذا طلب به حزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك القوى السنية، سواء كانت عزم أو تقدم تقول بهذا الشيء بشكل واضح، وأيضا الإطار الشيعي يقول به أنه لا بد من تحديد الإجراءات والخطوات قانونيا ودستوريا وأيضا عمليا وواقعيا حتى نذهب إلى خيار الانتخابات المبكرة بتهدئة أدواتها ومقدماتها، ومنها قانون انتخابي، ومنها حكومة قادرة قانونيا على أن تجري هذه الانتخابات، وليس الحكومة الحالية التي هي حكومة تسيير أعمال لن تتمكن قانونيا ودستوريا بإجراء هذه الانتخابات. أشكرك جزيل الشكر رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية الأستاذ هاشم الكندي، حدثتنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. أعلنت الكنيسة القبطية في مصر مقتل 41 شخصا على الأقل في حريق كبير اندلع في كنيسة أبي سيفين في محافظة الجيزة أثناء القداس الصباحي. وزارة الداخلية أكدت أن الحريق نشب في جهاز تكييف في الدور الثاني في مبنى الكنيسة نتيجة خلل كهربائي، ما أدى إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات. هذا وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع البابا توادروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، مقدما تعازيه في ضحايا حادث الكنيسة بمبابا. وعبر حسابه في فيسبوك قال السيسي أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم، وإنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وعلى نحو فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين. تعديل وزاري كبير في مصر بهدف تطوير الأداء الحكومي على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل من الاعتماد على الواردات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. خالد أبو عرب. تعديل وزاري هو الرابع خلال فترة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وشمل 13 حقيبة وزارية، لعل وزارة الري والموارد المائية هي الأبرز باعتبارها تشارك في إدارة ملف سد النهضة. الوزارة أسندت إلى هاني سويلم الخبير الدولي في الموارد المائية والسدود في خطوة تشير إلى استراتيجيات جديدة قد تشهدها السياسة المصرية على مستوى معالجة هذا الملف وتعقيداته مع الجانب الإثيوبي. اختلف إلى حد ما مع الذين ينظرون إلى تغيير وزير الري باعتباره تغيرا في مفهوم مصر في ملف سد النهضة أو في المفهوم، باعتبار أن الوزير نعم له دور مهم، دور فني بحكم خبرة وزارة الري المصرية، أقدم وزارة رأي في التاريخ تقريبا، لكن في النهاية هي قد تكون طريقة أخرى للتعاطي مع ملف سد النهضة ربما حتى من الناحية الفنية. وزارة الصناعة والتجارة والإنتاج الحربي كانت ضمن التعديلات الأخيرة، إضافة إلى أخرى خدمية كالصحة والتعليم والسياحة والثقافة، تعديلات تهدف بحسب مراقبين إلى تجديد الدماء وتطوير الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة نظرا للتحديات التي تواجهها مصر داخليا وخارجيا. بشكل أو بآخر هو محاولة أيضا يعني لمنح الأمل للشعب، لفئات عديدة من الشعب المصري،
التي تعاني بسبب ارتفاع الأسعار، أسعار المواد الغذائية ارتفعت طبعا، وأسعار الطاقة ارتفعت، وهو شيء يحدث في العالم بأسره. ويرى مراقبون أن التعديلات الوزارية تستلزم تغيير السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، بما يعني استنهاض وتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. تعديلات واسعة تقول السلطات إنها تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة وإلى الارتقاء بالمنظومة الخدمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. ذكرت مصادر خاصة للميادين أن تواصلا جرى أخيرا بين حركة حماس والسعودية توقف عند نتيجة مخيبة، وبحسب المصادر فأن السعودية طلبت من حماس إتمام تسوية مع الاحتلال مقابل استئناف العلاقات معها، وتاليا تفرج الرياض عن معتقلين فلسطينيين في سجونها. وأضافت أن السعودية تخلت عن شرطها القديم لحماس بقطع العلاقة مع طهران، لكنها اشترطت عليها قبول شروط الرباعية الأممية بشأن فلسطين، لكن حماس أبلغت السلطات السعودية رفضها القاطع لأي تسوية أو استئناف للعلاقات معها إذا كانت ستقوم على هذه القاعدة. بدورها نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ما أوردته قناة الميادين من أن الحركة تواصلت مع الرياض للإفراج عن المعتقلين في السعودية، وأن الأخيرة ترد بشرط صادم. وفي هذا السياق جددت حماس تأكيد أن الحركة تؤمن بعمقها العربي والإسلامي وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني خدمة للشعب الفلسطيني. تواصل قوات الاحتلال تعزيزاتها الأمنية بعد العملية البطولية التي نفذها فدائي فلسطيني ليلة أمس في البلدة القديمة. العملية أدت إلى إصابة 10 مستوطنين، 3 منهم بحال خطرة. وسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنت اعتقال المنفذ بعد تسليم نفسه بحسب قولها، وأضافت أنه يدعى أمير صيداوي ويبلغ من العمر 26 عاما وهو من سكان القدس المحتلة. الاحتلال كان قد استنفر قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة بحثا عن منفذ عملية القدس، وقد نصب حواجز في مناطق عديدة في المدينة، وكان يوقف المركبات ويفتشها. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان ودهمت عددا من المنازل، فيما أغلق شبان فلسطينيون طرقا في حي عين اللوزة داخل سلوان البلدة الواقعة جنوب المسجد الأقصى استعدادا للمواجهة والتصدي لها. إلى ذلك، فرضت عملية القدس نفسها على اجتماع الحكومة الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد، وخلال الاجتماع أعلن لابيد تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة المحتلة وجدد تهديداته بملاحقة منفذي العمليات. يأتي ذلك فيما تعاملت الأوساط الإسرائيلية كافة بقلق شديد مع عملية القدس البطولية لما تحمله من مخاطر محاكاتها من جهة، وما تدل عليه من فشل في منعها من جهة ثانية. إلى المربع الأول أعادت عملية القدس البطولية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومن ورائها المستوى السياسي في كل ما يتعلق بإصرار الفلسطينيين على مفاجأة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التوقيت والمكان وطريقة التنفيذ. وإذا كان تنفيذ عملية إطلاق النار ضد المستوطنين في قلب القدس المحتلة ينطوي على أهمية بحد ذاته، إلا أن لتوقيت العملية دلالاته الهامة أيضاً في ضوء التقديرات الإسرائيلية التي تباهت طوال الأسابيع الماضية بالحد من العمليات الفدائية ضمن ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي عملية كاسر الأمواج. الشعور في المؤسسة الأمنية والعسكرية خلال الأسابيع الأخيرة أن موجة العمليات تحطمت وعملية كاسر الأمواج نجحت، وها هي هذه العملية في القدس القديمة جاءت مفاجأة مطلقة للمؤسسة الأمنية. من ناحية الشرطة إنها عملية قاسية جدا، لم نشهد مثل هذا الحادث في السنوات الأخيرة، أي عملية إطلاق نار نحو حافلة في القدس. نجاح منفذ عملية القدس في اختراق كل الحواجز والمعوقات الأمنية
وكسره الحملة الإسرائيلية على الوعي الفلسطيني لإحباط أي عملية فدائية، أثار المخاوف من مبادرة فدائيين آخرين إلى محاكاة العملية الأخيرة. دائما في عمليات من هذا النوع هناك خشية من أن يؤدي النجاح إلى مزيد من عمليات التقليد في المناطق الفلسطينية أو في شرقي القدس، ومن تأثير هذا في وقف إطلاق النار الهش الذي جرى التوصل إليه في قطاع غزة، وبالتالي يوجد في حدث من هذا النوع خطر التصعيد. الخشية من التقليد خطر دائما موجود، وخاصة عندما لا يكون للمنفذ انتماء تنظيمي. عملية القدس أعادت إلى أذهان الإسرائيليين مسؤولين ومستوطنين الحقيقة المرة بأن المواجهة مع الشعب الفلسطيني مفتوحة على كامل التراب الفلسطيني، وأن خطر العمليات باق ومستمر، وأن باب المفاجآت مفتوح دوما ولن تغلقه كل التدابير الأمنية ولا الإجراءات العقابية والانتقامية. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الواقع الذي كان قائما قبل العملية في غزة لم يتغير جذريا، وأن حماس والجهاد الإسلامي لا تتنازلان عن الربط بين الساحات. صحيفة إسرائيل هيوم أشارت إلى أن القدس لا تزال العنوان وحلقة الوصل الرئيسية بين مناطق الصراع وكذلك بين مختلف المنظمات الفلسطينية، مضيفة أن الهجوم الأخير في القدس يمثل فرصة للتأكيد أن المقاومة عابرة للساحات، وأن المعادلة التي تطورت بعد سيف القدس والتي ترمي إلى خلق الارتباط بين المناطق الفلسطينية لم تنهر حتى الآن. قال مصدر أمني إسرائيلي كبير أن تحرير أسرى الجهاد الإسلامي ليس على جدول الأعمال. المراسل العسكري في إذاعة الجيش دورون كادوش نقل عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل لا ترفض زيارات ممثلين دوليين أو جهات طبية للأسيرين العواودة والسعدي، وأشار إلى أنه خلافا للادعاءات لا يوجد خطر على حياة الأسير المضرب عن الطعام خليل العواودة. أعلن قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت دخوله معترك الحياة السياسية بعد فترة طويلة من التردد. صحيفة يديعوت أحرونوت أفادت أن أيزنكوت قرر الانضمام إلى تحالف أبيض أزرق بزعامة وزير الأمن بني جانتس وحزب أمل جديد بزعامة وزير القضاء الإسرائيلي جادعون ساعر. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة كان أن انضمام أيزنكوت لم يحدث فرقا، حيث يبقى الليكود في طليعة الأحزاب وتكتل اليمين بزعامة نتنياهو يحافظ على 60 مقعدا من دون تغيير. فاصل ونحو. أهلا بكم من جديد. يشتد التوتر في منطقة بحر الصين مع وصول وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان إثر إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. محمد درويش. في مرمى الصين تحاول الولايات المتحدة تسجيل أهدافها الاستراتيجية في بحر الصين، تكتيك أمريكي أساسه استفزاز بكين من بوابة تايوان التي تجاري حليفتها الأمريكية في محاولات كسر النفوذ الصيني في الجزيرة. تكمل الاندفاعة الأمريكية نحو تايوان في تحدي السيادة الصينية منذرة بمخاطر كبيرة بين الطرفين، فبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الجزيرة وما رافقها من تهديدات صينية، حط وفد من الكونغرس الأمريكي يضم نوابا ديمقراطيين وجمهوريين في تايبي في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها قبلا، زيارة عنوانها بحسب المعهد الأمريكي في تايوان بحث العلاقات الأمريكية التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وتغير المناخ، فضلا عن إجراء لقاءات مع مسؤولين تايوانيين. وعلى وقع بيان التأكيد على دفء العلاقة والصداقة بين تايبي وواشنطن التي لا تهاب الترهيب والتهديد الصينيين بحسب الخارجية التايوانية، تعليقا على زيارة الوفد الجزيرة، لم تهدأ التحركات والتدريبات العسكرية الصينية في المنطقة، حيث أرسلت بكين على مدى أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة في محاكاة لقتال حقيقي وأطلاق صواريخ على مسيرات،
بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع التايوانية رصد 22 طائرة صينية وست سفن تنشط في محيط مضيق تايوان، اخترقت 11 منها أجواء الجزيرة. هو فتيل أزمات تتراكم بين بكين وواشنطن وربما يتجه بسرعة نحو الاشتعال وسط مخاض يبدو طويلا وعسيرا. وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا من نيودلهي الكاتب والخبير في الشؤون الآسيوية دكتور وائل عواد. دكتور وائل أهلا بك معنا. إذن في ظل توتر كبير في العلاقات ربما غير مسبوق في السنوات الأخيرة بين واشنطن وبكين، تأتي هذه الزيارة لوفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، ما الذي تريده واشنطن من خلال تكرار هذا الاستفزاز للصين خاصة بعد زيارة نانسي بيلوسي؟ أسعد الله أوقاتكم بألف خير. عبد الرحمن، أنت أجبت على هذا السؤال من خلال الاستمرار في هذه الاستفزازات لدفع الصين للقيام بأي عمل عسكري إلى ضد لضم تايوان بالقوة، وبالتالي تقوم الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات ومن ثم تضييق الخناق على الصين التي بدأت تمد نفوذها في هذه المنطقة. لكن هذا الأمر مستبعد لأن الصين لا تنوي خوض حرب عسكرية على الإطلاق في هذه المرحلة وإن استمرت الاستفزازات الأمريكية. على أي حال، هذه الاستفزازات الأمريكية مستمرة عبد الرحمن، وهناك حديث عن قيام الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإرسال سفن حربية وطائرات عبر مضيق تايوان إلى هذه المنطقة لتؤكد الولايات المتحدة مرة أخرى على أنها تريد حرية الملاحة في هذه المنطقة ولن تقف مكتوفة الأيدي في حال قامت. دكتور وائل، سأتحدث عن خيارات الصين، ولكن أنت ذكرت نقطة هامة للغاية في بداية حديثك. الآن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من استفزازات متكررة للصين هدفه دفع الصين باتجاه القيام بعمل عسكري ما من أجل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات وبالتالي استنزاف الصين في هذه المنطقة؟ تماما، كما فعلت في أوكرانيا ضد روسيا وشغلت الاتحاد الأوروبي بذلك، هي الآن تقول للعالم بأنها متفرغة أكثر للمحيطين الهندي والهادئ وأن قضية أوكرانيا لم تؤثر على الأولويات في السياسة الأمريكية. لذلك هذه الاستفزازات هي تنوي أن يكون هناك حربا عن طريق الخطأ، لأن الولايات المتحدة لا تريد مواجهة مع الصين. عبد الرحمن، كما تعلم أن الولايات المتحدة غير قادرة على خوض حربين مع روسيا والصين بآن واحد، وكذلك الآن هناك السلاح النووي. ثالثا، الولايات المتحدة عندما تقوم بهذه الاستفزازات هي تدرك بأنها تريد البيع المزيد من الأسلحة لهذه المنطقة، والآن تجري تدريبات عسكرية مع إندونيسيا بمقابل التدريبات العسكرية التي تقوم بها الصين مع تايلاند. هذا دليل على أن التحالفات بدأت تظهر أكثر للعيان بين المعسكر الأمريكي والمعسكر الصيني في هذه المنطقة. دكتور وائل، ولكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه السياسة تسعى لجر الصين إلى صدام ربما في هذه المنطقة، وبالتالي هل يمكن فهم أن الولايات المتحدة الأمريكية التي بحسب كل الدراسات تريد أن تدفع الصين إلى التراجع ربما اقتصاديا، لأن كل الدراسات والأرقام تؤشر إلى أن الصين تتجه إلى تصدر العالم اقتصاديا، وبالتالي من يتصدر اليوم اقتصاديا على مستوى العالم بطريقة أو بأخرى هو الذي سيقود هذا العالم ولو كان بتحالفات ربما، ولكن بنهاية المطاف سيكون هو المتصدر. هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد للصين أن تتصدر العالم اقتصاديا كما تقول كل الدراسات في السنوات المقبلة؟ في الواقع عبد الرحمن، الصين الآن تتصدر العالم كدولة الاقتصادية الأقوى في العالم وغلبت الولايات المتحدة. الولايات المتحدة متفوقة على الصين فقط عسكريا، وهي تتخوف من التسارع في خطى الصين لتحديث ترسانتها النووية والعسكرية خاصة البحرية، وهذا ما يهدد مستقبل الوجود الأمريكي في بحر الجنوب الصيني وفي منطقة الآسيا باسيفيك التي تعتبرها الولايات المتحدة منطقة حيوية بالنسبة لها. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تبتز الصين. الخلافات ليس حول تايوان، الولايات المتحدة اتفقت مع الصين ووقعت على اتفاقية مشتركة وعلى بيان مشترك في عام 1978-79، وهي أن الصين دولة واحدة نظامان في دولة واحدة. لكن هذه الاستفزازات المستمرة تؤكد على أن الولايات المتحدة أبقت على مسمار جحافية في المنطقة لأنها تريد أن تستفز الصين، لأن هناك خلافات اقتصادية، هناك خلافات عسكرية، هناك خلافات تجارية، كل
هذه الخلافات والقضايا أيضا المشتركة العالمية تدفع بالولايات المتحدة إلى القيام بمثل هذه الاستفزازات لابتزاز الصين في المستقبل القريب. هو غريب أيضا طريقة تصرف الولايات المتحدة الأمريكية دكتور وائل، لأنه كما تلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي ترسل فيه هذه الوفود، في الوقت التي تقوم نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايوان اعتبرتها الصين أنها فائقة الاستفزاز، تعلن بأنها يعني مستمرة في اتفاقاتها مع الصين فيما يخص الصين الواحدة. كيف نفهم هذه السياسة الأمريكية تجاه الصين، وكيف تقرأها أيضا بكين ودول هذه المنطقة؟ تماما، الولايات المتحدة عبد الرحمن حافظت على سياسة الغموض الاستراتيجي تجاه الصين، خاصة فيما يتعلق بقضية تايوان. ولذلك أنا أعتقد ومن ما نحصل عليه من معلومات من الولايات المتحدة أن الولايات المتحدة الآن من خلال هذه الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين، أيضا تذكر أنها تقوم هذه الزيارات بطائرات عسكرية الأمريكية، وهذا يعني أن التحضير لمثل هذه الزيارات قد تم منذ مدة طويلة. هذه النقطة الهامة. والنقطة الأهم أيضا أن الولايات المتحدة وهناك أيضا الجماعات داخل الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين ينويان على إصدار قوانين ربما تدفع الولايات المتحدة إلى إلغاء الاعتراف بالصين الواحدة، وبالتالي المزيد من التوتر في هذه المنطقة، وهذا ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية. إدارة بايدن تركب موجة من العداء للصين كان قد تركها ترامب لها، وبالتالي لم تخطط أيضا استراتيجيا ما هي الرؤية للعلاقات الصينية المستقبلية. لكن التصريحات الأمريكية الأخيرة للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير التجارة كلها تدل على أن الولايات المتحدة الآن وضعت أولوياتها تحجيم دور الصين المتنامي في العالم وخاصة في منطقة آسيا. دكتور وائل عواد، الآن أيضا كثر ينظرون إلى الصين كيف ستتصرف بعد زيارة نانسي بيلوسي. كان التوتر وصل إلى أوجه، قامت الصين بمناورات عسكرية غير مسبوقة في منطقة بحر الصين الجنوبي وبالقرب من تايوان وكل هذه المناطق، وحشدت قوات أيضا كبيرة على هذا المستوى. الآن كيف ستتصرف بكين؟ لأنه كما هو معروف هناك حساسية كبيرة عند الصين من مثل هكذا زيارات، والصين أعلنت بأنه مثل هكذا زيارات لن تبقى من دون ردود. ما هو المتوقع الآن من الصين؟ كيف ستتصرف؟ وهل إمكانية الوصول أو ربما حصول خطأ ما قد يؤدي إلى إشعال هذه المنطقة من الصين؟ لا، ستتعامل أيضا بصبر بروية ولن تنزلق إلى المستنقع الأمريكي. تماما، الصين الآن تحاول أن تتعلم من الدرس الأوكراني. أولا هي تريد أن تقضي على الدولار الأمريكي والتعاملات الدولية. إذا نجحت الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا احتمالات نشوب الحرب وضم تايوان عسكر بالقوة ربما تكون قائمة. لذلك الولايات المتحدة تدرك أن الصين تحتاج إلى بعض الوقت، وهي تسرع من خطى قيام الصين بهذا العمل الطائش أو العمل العسكري الذي تتفاداه الصين باعتبار أنها لم تختر الزمن والوقت والزمن لقيام بمثل هذه العملية العسكرية في حال فشلت جميع الحلول الدبلوماسية. لكن هذه الاستفزازات كما قلت هي تصب في إطار جر الصين إلى الحرب الباردة كما فعلت الولايات المتحدة آنذاك مع الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هي حرب طويلة الأمد وليست تقتصر على تايوان. الولايات المتحدة حتى القانون الأمريكي لا يسمح للولايات المتحدة بالتدخل عسكريا للحرب ضد الصين من أجل تايوان، لكن هذه الاستفزازات تصب في إطار إقناع حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة أن الولايات المتحدة تريد أن تعيد هيبتها إلى منطقة آسيا باسيفيك وقادرة على حماية حلفائها هنا. وبالتالي هناك قلق أيضا من دول الجوار أن القيام بهذه الاستفزازات لا يصب في مصلحة الأمن والاستقرار العالميين. لذلك هناك نوع من الفوضى وهناك نوع من التوتر القائم الذي تحاول الولايات المتحدة الحفاظ عليه ضمن قلق مستمر لدول المنطقة خاصة الدول المجاورة للصين. دكتور وائل، باختصار بالنسبة لموضوع الأوراق، أوراق القوة الموجودة بيد الصين، الصين يعني كما أفهم منك كما هو واضح أنها لا تريد أن أيضا أن تذهب إلى هذا المنزلق أو أن تذهب إلى الفخ الأمريكي عبر ربما إشعال المنطقة عسكريا. إلى أي مدى أيضا تملك أوراق قوة الصين خاصة على المستوى الاقتصادي قد تؤلم الولايات المتحدة الأمريكية حتى أكثر من أي رد عسكري؟ طبعا الولايات المتحدة بحاجة إلى الصين للقيام بإعادة تعديل الميزان التجاري، وهناك اتفاقية عبد الرحمن لتعديل هذا الميزان بشراء بضائع 200 مليار دولار. أولا كذلك الصين تدرك بأن الولايات المتحدة من خلال هذه السياسة التي تحاول أن تمارسها هي قادرة أن تؤثر عليها دبلوماسيا وأن تفرض عقوبات حتى على تايوان وحتى على الولايات المتحدة في حال استمرت الولايات المتحدة في هذه الاستفزازات. النقطة الثالثة والأهم هنا التي تحاول
الصين الآن الاحتفاظ عليها، هو خلاصة القول في كلمتين: إذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستفزاز الصين عليها أن تستعد لحرب مع الصين من أجل تايبي، وهذا لن يحصل. هذا أولا. وثانيا، الرد الصيني بالتدريبات العسكرية والأسلحة الحية وبهذه الصواريخ الدقيقة هو دليل على أن الصين وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة أكثر من جزيرة تايوان، أنها قادرة على أن تضم هذه الجزيرة بالقوة، وأن يكون بمقدور الولايات المتحدة ولا حتى حلفائها منع الصين من القيام بذلك، أن هذه مسألة وطنية وهي تريد أن تلغي ما يعرف بالقرن من الذل الذي عاشته الصين أبان الاحتلال الذي تعرضت له. شكرا جزيلا لك الكاتب والخبير في الشؤون الآسيوية دكتور وائل عواد، حدثتنا مباشرة من نيودلهي. أوقفت وزارة الطوارئ في أرمينيا عمل قطار الأنفاق في ريفان وتقوم بإخلاء الركاب بعد تلقي بلاغات بشأن زرع عبوات ناسفة في محطاته، وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب عشرات آخرون بجروح من جراء انفجار وقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة ييريفان. السلطات الأرمينية قالت إن فرقا من رجال الإطفاء والإسعاف تعمل في موقع الانفجار، مشيرة إلى أنه قد يكون هناك عدد من العالقين تحت الأنقاض. هذا ولم تعرف حتى الآن أسباب الحادث، فيما تحدثت تقارير غير رسمية عن أن الانفجار وقع في مستودع للألعاب النارية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة أودي في منطقة خاركيف بالكامل. الوزارة اتهمت القوات الأوكرانية بقصف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بصواريخ من راجمات الصواريخ الأمريكية هايمارس، كما أشارت إلى أن الاضطرابات في أنظمة توليد الطاقة وتصريف المياه قد تؤثر سلبا في تبريد مفاعلات محطة زاباروجيا، وهو ما سيؤثر سلبا في منظومة توريد الطاقة الكهربائية بما في ذلك إلى المناطق الخاضعة حاليا لسلطات كييف. من جهة ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن نازيي قوات كييف احتلوا مدرستين في مدينة غوتا بمقاطعة خاركيف ومدرسة في بلدة ياسنايا بوليانا بجمهورية دانيتسك لتحصن فيهما واستخدامهما مستودعات للذخيرة. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إن مسلحي كتيبة القطاع الأيمن يتمركزون في المدرستين من دون إجلاء سكان المنازل المجاورة، كما أشار إلى احتلالهم روضة أطفال في ميكولايف حيث نشروا فيها المدافع والذخيرة متخذين السكان دروعا بشرية. إلى ذلك، كشف الأسير الأوكراني لدى القوات الروسية ديمتري سترينيكوف إن مسلحين من سوريا يقاتلون في خاركيف إلى جانب قوات كييف ضمن وحدات الدفاع الأوكرانية الإقليمية. ذات مرة كنا في مهمة في مكان خارج روسكا لوزوفا في مقاطعة خاركوف، وهناك شاهدت مجموعة من السوريين وهم يركضون بالبنادق الآلية. كان هؤلاء يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية. في المقابل، رأى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن على كل عسكري روسي أن يفهم أنه إذا أطلق النار سواء من أو تحت غطاء محطة نووية سيكون هدفا خاصا للجيش الأوكراني واستخباراته. طبعا يجب أن يكون هناك رد فعل قوي. الدبلوماسيون الأوكرانيون وممثلو الدول الشريكة سيقومون بكل شيء للتأكد من أن العقوبات الجديدة ضد روسيا ستعيق الصناعة النووية الروسية. بالتأكيد أن جميع المسؤولين في الدولة الإرهابية ومن يساعدها يجب أن يخضعوا للمساءلة أمام محكمة دولية، ويجب على كل عسكري روسي سواء أطلق النار من أو تحت غطاء محطة نووية أن يفهم أنه أصبح هدفا خاصا لجيشنا واستخباراتنا. دعا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف أساسة الغربيين إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه روسيا وتعلم كيفية بناء التعاون معها. وأضاف قاديروف أن الغرب لا يزال غير قادر على إدراك أنها لم تعد اتحاد جمهوريات غورباتشوف أو أراضي يلتسن المبنية على الانقلاب وفقدان المواد المختلفة والإفلاس بحسب تعبيره، مؤكدا أن روسيا الآن مختلفة وقوية وقادرة. وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى القاهرة لبحث البدائل بشأن الحكومة الليبية. ومن المقرر أن يبحث صالح والمشري مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسط تصاعد الخلافات بشأن المسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وكذلك الانقسام بشأن الحكومة الحالية.
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الجيش لن ينحاز إلى أي طرف بحسب صحيفة سوداني، بل سينحاز إلى رغبة الشعب. وشدد البرهان في عيد الجيش على أن الحلول لأزمات بلاده لن تأتي إلا بحكومة توافق أو بالذهاب إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستستجيب إلى تطلعات الشعب المشروعة في نظام حكم ديمقراطي. قال بابا الفاتيكان فرانسيس إن الحرب في أوكرانيا تصرف الانتباه عن مشكلة الجوع في العالم. وفي كلمته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس دعا البابا فرانسيس إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة لدرء المجاعة في الصومال، وشدد على أن الآلاف في منطقة القرن الأفريقي يواجهون خطر الموت بسبب الجفاف. أود أن ألفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة التي عصفت بالصومال وببعض المناطق في البلدان المجاورة، وسكان هذه المنطقة الذين يعيشون بالفعل في ظروف محفوفة بالمخاطر يجدون أنفسهم الآن في خطر مميت بسبب الجفاف. نأمل أن يستجيب المجتمع الدولي على نحو فعال لهذه الحالة الطارئة. للأسف تشتت الحرب الانتباه والموارد عن أهداف مكافحة الجوع. أعلنت حركة طالبان عطلة رسمية في جميع أنحاء أفغانستان يوم غد الاثنين في أجواء ذكرى توليها الحكم في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. وقالت على حسابها في تويتر إنه لمناسبة الذكرى الأولى لما وصفته بانتصار الجهاد الأفغاني المشروع بقيادة إمارة أفغانستان الإسلامية ضد أمريكا وحلفائها المحتلين. فإن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعلن أن غدا الاثنين عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد وفق البيان. أفادت الشرطة الأمريكية بمقتل رجل قرب مقر الكونغرس الأمريكي بعدما صدم بسيارته أحد الحواجز وأطلق النار في الهواء ثم على نفسه. بيان شرطة الكابيتول أكد أنه بينما كان الرجل ينزل من سيارته بعد صدمه حاجزا أمام الكونغرس، شبت النيران بالسيارة ليطلق بعدها النار في الهواء ومن ثم على نفسه. وأشار إلى أنه لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أيا من أعضاء الكونغرس. إلى العناوين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف ريف دمشق ومحيط طرطوس وأدى لاستشهاد 3 عسكريين وجرح 3 آخرين. التيار الصدري يدعو إلى تظاهرة في بغداد السبت المقبل، والعامري يلتقي قادة سياسيين للبحث عن حلول للأزمة السياسية في البلاد. عشرات الضحايا من جراء حريق في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة المصرية، والسلطات تفتح تحقيقا في الحادث. وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايبيه، والجيش التايواني يعلن عبور 11 طائرة عسكرية صينية الخط المتوسط بين الطرفين. الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة أودي في منطقة خاركيف، وتتهم القوات الأوكرانية بقصف محطات كهرومائية وبالتحصن بمدارس أطفال ورياضهم في خاركيف ودونيتسك. للمزيد من الأخبار والتقارير مشاهدينا دائما زوروا موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين.net باللغة الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية. وإلى اللقاء.